السلام عليكم دراري ودريات، معكم ايتوا كريم. فيديو جديد وموضوع جديد وشخصيه جديده وباقي شادين ستون مع التيتيز. طبيعه الحال التيتيز في الفكر ديال الانسان والتصرفات ديالو. اليوم معنا واحد السيده اللي كتشم فيها ريحه التماره، واحد السيده اللي كاينه عندنا في كاع الدروبه، واحد السيده اللي نقدروا نقولوا عليها امراه وراجل في نفس الوقت. سيداتي وسادتي، رحبوا معي بشعيبية طلال. شعيبية هي فنانة تشكيلية مغربية، تولدت سنة 1929 بجماعة اثنين ايت شتوكا بالقرب من مدينة ازمور باقليم جديدة. وشعيبية طلال كتعتبر اشهر رسامة مغربية استطاعت ان تحقق شهرة عالمية بفضل لوحاتها التي تنتمي الى ما يعرف بالفن الفطري. شعيبية طلال مات الوالد ديالها وهي صغيرة، يعني بدات حياتها وهي يتيمة، ومن بعد مشات عند خالها للدار البيضاء، ومن ثم زوجها خالها في 13 سنة لواحد الراجل اللي كبير عليها بزاف، وولدات معاه ولد، ومورها بعامين من زواج ديالها مات راجلها. يعني شعيبية طلال ولدت أرملة في 15 سنة. وبلا ما ننساو الحالة ديال الفقر اللي كانت عايشة فيه، يعني باش تكبر ولدها خصها تخرج تخدم، وفاش هتخدم سيادي هتخدم في الديور ديال الناس. يعني شعيبية طلال خصها تسيق وتشطب وتصبن وتغسل المواعن ديال الناس باش تعيش وتكبر ولدها وتقريه. يعني كانت عايشة في واحد الحياة اللي صعيبة، ولكن شعيبية كان عندها موهبة ديال الراس. مع ذلك ما كانتش مركزة على الراس، وحتى الفلوس باش تشري ادوات ديال الراس ما كانوش عندها، وكانت كتشري شوية بشوية من الدهان الى الالوان المائية الى اخره. المهم شعيبية كانت كتخدم في الديور بالنهار وبالليل في الدار ديالها كترس. هكا دازت الايام ديال شعيبية نهار بنهار، شهر بشهر، عام بعام، حتى كبر الابن ديالها. يعني الابن ديالها كبر في الجو ديال الفن، كبر ولدها اللي هو الحسين طلال ولا رسام كبير. واحد نهار جا عندو ناقد فرنسي للدار ديالو مع شي ناس من المغرب باش يشوفوا الاعمال ديالو، ولكن هاد الناقد الفرنسي رد البال حتى الاعمال ديال الام ديالو. واشنو قال ليها في نظركم؟ قال ليها انت هي الفنانه الحقيقيه. شعيبية كانت كترسم واحد الرسم اللي مختلف وقليل بزاف، وكما قلنا الرسم ديالها كيتسمى بالفن الفطري، وهادشي كيعني بلي هنا بدات الحياة الفنية ديال شعيبية، وبدات لوحات ديال شعيبية كتعرس بزاف ديال المعارض في المغرب، ومن المغرب سيدي الى عدة دول اللي كتعطي اهمية للرسم. وفي مدة قصيرة اسم ديال شعيبية ولا كيتسارى في العالم، ولا واحد ديال شعيبية ولاو كيتباعو بالملايين. يعني شعيبية ولات غنية بعدما أن كانت فقيرة وكتعيش واحد الحياة اللي صعيبة، ولكن اللي عجبني فيها هو أنها بقات كيما هي في الشكل ديالها وبالبساطة ديالها. ولات شعيبية كتنافس بزاف ديال الرسام الكبار، وحتى اللوحات ديالها ولاو كيتباعو كتر. وبلا ما ننساو بلي شدت بزاف ديال الشواهد والألقاب والجوائز. وشعيبية طلال توفات في 2004. بزاف ديال القصص الحقيقية كيبان لينا بلي الفقر ماشي شي حاجة اللي غتخليك ما دير والو، وبزاف ديال الناس عندهم موهبة في بزاف ديال المجالات وكيتخباو مورا الفقر. وعلاش؟ ما عارف. الا عندك جواب علاش ديما كنتخباو مورا الفقر، هبط الكومونتير وقول لي علاش. انا داكشي اللي كنعرف هو دير ديك الحاجة اللي كتعجبك وباغيها انت ومرتاح فيها، وما تسوقش لبنادم وما يهمك حتى شي واحد. بدا بداكشي اللي عندك سواء كان قليل ولا كتير، يعني ما تسناش الفرصة تجيك، خدم بداكشي اللي عندك حتى الا جات الفرصة تلقاك واجد. بركة ما تخبي الضعف ديالك مورا الفقر. وكان نصيحة، الا بغيتي دير شي حاجة ما ديرهاش على ود الفلوس. علاش؟ حيت غتستسلم قبل ما تبدا. خلاصة القول، دير داكشي اللي كتبغي بحب وراحة، واهم حاجة هي الصبر. خصك بزاف ديال الصبر الا بغيتي توصل. وهنا نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو. ما تنساش الا عجبك الفيديو ضغط على زر الاشتراك والجرس باش يوصلك الجديد، واهم حاجة هي اللايك، وخلي معاك شي تعليق زوين، والله المستعان.